قاعد يسهلكم معي تضيق هون. قد ايه بتكلف العملية؟ حسب دكتور قرب بده 8 ملايين. اي و 8 ملايين ما في 80,000. ظبطوا. تفضل. شلونك يا اختي؟ كيف هيك؟ والله الحمد لله. شو اخبارك؟ والله بخير. شو ما في؟ كتر الله خيركم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. حكيت مع الدكتور وامورك تمام. ايه. وهلا عضينا على المشفى وسكرنا الحساب. على راسي عمو. وين عمو؟ شو قد دفعتوا بالمشفى؟ ما دفعنا ولا ليره. قالوا لي واصل 3 مليون من الدكتور. ايه الحمد لله. يمكن هذا اهل الخير. هي قلنا الدكتور اللي 3 مليون ساعدنا. هدول الحلويات هيك هن حلو عيد. كتر الله خير وبركاته. ايامك بالسلامة. الله يسلمك. وجهك صار غير شكل. احسن من اول كنت اتوجع ممكن يعني. هلا عايش في شوية توجع يعني محل جروح. اي محل عمليات يعني. اي طيب المليون اللي اعطيتكم اياهم صرفتوا فيها شيء؟ لا. لا ما تصرفتوا فيها. ما صرفتوا فيها. هي المليون اللي اخذتوها هي لك مصاريف ما بعد ليلى. الله يعطيك العافية. ألف عافية. خلصي. الله يكثر خيرك. ونحن المبلغ كان 8 مليون تبع العملية. الدكتور قال لي ندفع 3، بقي 5، دفعنا 5. خالصين حساب المشفى. كاملا. والمليون اللي أخذتها هي لك. أعطيني أول شيء 500,000. 4-1. 5. هي 500,000 من سيدة اسمها أم زكريا. بعثت لك اياها مشان العمليه ونحن دفعنا العمليه فانت بتستلمها لك وبتاخذها. يعطيك الف عافيه وبشكرها. طيب هلا بقى دور امك بقى حاجتك. كل شيء اليوم عم بعرف جاوب. شو؟ اليوم عم بعرف بجاوب. عم بيعرف بجاوب بقى؟ عم سكتي عم تنقلي. 3-2. 3-2 5. هاي المليون الله يعطيك الف عافيه هي لك وللبيت. الله يعطيك الف عافيه. تمام. الله يرزقك. وانت ادويتك امورك وهديك المليون وهي نص مليون بتخليها لك. وخلصنا من موضوع المشفى خلص. كتر الله خير. الحمد لله على السلامه ويلا على المراجعه. طبعا هدول المبالغ هن من فاعل خير. كتر الله خير. قال لي رفض اكد علي امبارحه قال لي انه بتقول فقط فاعل خير. ما هو مو سوري هو من برا سوريا بس قال لي بتقول فاعل خير. فعليك العافية. الله يعافيك. وشد الهمة وبدنا نجوزك. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. سيارة إسعاف والله. ها؟ سيارة إسعاف. كادر إسعاف؟ شو اسمك؟ حسن. 4-1. ماني دارس والله. ها؟ ماني دارس. 5. 4-1. 5. مالك دارس؟ ماني دارس. يلا بالهنا. كيفك؟ 4-3 دكتور. 4-3. صباح. نعم انتو بخير. انتو بخير. شكرا حبيب القلب. شكرا كلك. هلا حبيبي كيفك؟ مرحبا. كيفك؟ نعم انتو بخير. 4-1. شو 4-1-5؟ كل عام انتو بخير. شكرا. كل عام انتو بخير. سألني سؤال جاوبتي. 4-3. 7. برافو عليك. تسلم. 4-2. 6. برافو عليك. 2. 4-1. 5.
كل عام بخير. أربعة شو مهامك هون؟ دكتورة أنا بس يعني هلا طب رايحة. الله يعطيك العافية دكتورة. أربعة واحد. أربعة واحد. أربعة واحد دكتورة. خمسة دكتورة. خمسة. كل عام بخير. أربعة وثلاثة. أربعة وثلاثة سبعة. مرحبا. أربعة واحد. خمسة. أبو النور يلا أبو النور يلا أبو النور. مرسي. مولانا أربعة واحد. أربعة واحد. أربعة واحد قدي خمسة. كل عام بخير. خير شو بالحلو؟ تعبان. شو صاير معك؟ شكله متسمم. لا أكل أكل غلط أو أمك طبخت لك طبخة ما حلو. أربعة واحد. قول خمسة. خمسة. لا أبو علي عليك العافية. العافية إن شاء الله. العافية. كيفك؟ شو أخبارك؟ أربعة وثلاثة. سبعة. لا أبو عليك. ثلاثة واثنين. خمسة. خمسة. أبو النور وينه أبو النور؟ كل عام بخير. مرحبا. أربعة وثلاثة. أنا وسهلا. ما بعرف. أربعة وثلاثة. أربعة وثلاثة. سبعة. كل عام بخير. أربعة واحد. خمسة. الله يعطيك ألف عافية. بترفعوا الرأس. ثلاثة واثنين. خمسة. برافو عليك. شكرا. شكرا لك. شكرا. اثنين وواحد. ثلاثة. أسئلتي صعبة. كل عام بخير. أربعة واحد. أربعة واحد عشرة. عشرة؟ عشرة. الله شو؟ خسرت ما بطلع لي. ليش؟ خسرت ما بيطلع بطلع لك حتى لو خسران. كل عام أنت بخير. أنت بخير شكرا. مرحبا. هلا. كيفك؟ هلا سلام. واحد وواحد. اثنين. برافو عليك. اثنين وثلاثة. خمسة. اه؟ خمسة. كل عام أنت بخير. أنت بخير. ثلاثة واثنين. خمسة. أخذ عليك الصيام كأنه ها؟ مرحبا. اثنين وواحد. اثنين وواحد ثلاثة. سلام. ما ربحت معنا أنت مو؟ لا. أربعة وواحد. خمسة. أنت مريض؟ الله يجزيك الخير. ربح معنا ثلاثة واثنين. خمسة. معنا. أربعة وواحد دكتور. خمسة. خلينا ياكل. أربعة وواحد. خمسة. ثلاثة واثنين. خمسة. الله ضغطي عم يرتفع الله وكيلك. شخبارك؟ صار مرتين جابوني لعندكم. ستة واثنين. ثمانية. شكراً. علين كيفكم؟ شو بتشتغل انت هون؟ عامل نظافة. نظافة. أربعة واحد. أربعة وخمسة. خمسة. واحد وأربعة. خمسة. بباني. مين ضل عنا ما أعطينا؟ قلتولنا. ثلاثة واثنين. خمسة. خلينا ياكم يا رب كل عام بخير. ضل حدا هون؟ إشو انت مريضة؟ ايش فيها؟ ايش بو حجي؟ جبتي له الجلطة وجيبتي طلع عم طلع ضحك شايفتي شلون؟ انت السبب والله جايبته انت السبب تعرف؟ والله انا ايدي على راسك لا والله ايدي على راسك ما هي السبب؟ لا والله قولي السبب خذ مليون لا قولي بس هيك عملية لا بس عملية؟ والله مرارة يا ابني تعمل المرارة بدي يعفوني لبعد العيد طيب شو قد اجرتها؟ قالوا لي خاص مليون مليون خاص؟ طيب نشيل نص العملية نحن شو رأيك؟ الله تعرف؟ تعرف؟ معك مليون؟ طلع طلع والقرآن دفعنا المليون طلع معي طلع واحد علي. وواحد اثنين هاي مليون طلع علي وحياة الله دعيت لربي ألاقيك أم الله جايبه ربح المليون ايه خاصة الله يرزقك ده ربح الكل أنا معي لا ربحت؟ لا لا ما في داعي ما ليش ثلاثة واثنين؟ خمسة يعني هاي مسابقات يا في في حدا ألزم أنت تصرف ما في حدا أربعة ألزم. أربعة أنت تصرف أربعة واحد خمسة أنت بدك تتصرف أهل مكة أدرى بشعابها يلا ضلع اثنين وواحد أرجوكم ما تخلوني أنا ما بحب أطلع من هون ما أكون الكل هيك مبتسم ولا بسمة بسيطة في هذا اثنين وواحد ثلاثة انت اذا بدك جوكات ما بقدر احكي لك بالكاد ضل حدا ما شارك معنا بالمسابقه من الكادر ايوه أربعة واحد خمسة أربعة واحد دكتوره أربعة واحد استاذ شادي هون في ناس كثير يعني هون في ناس كثير هون بس انت تصرفي انا هلا بربحك انت وانت تصرفي أربعة واحد انت تصرف انت هون انت لحالك أربعة واحد بليز خمسة انت تصرفي دكتوره طيب مرحبا سؤال مشترك ثلاثة اثنين وواحد ثلاثة 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 كل عام بخير شكرا كل عام بخير كل عام بخير طولنا في عمركم يحميكم جيشنا الخدمي مرحبا أربعة وواحد خمسة أخذ عليك الصيام ها مش عارفة
واحد وواحد اثنين ها اثنين ماشي شوف المرضى شوف المرضى انت سلم بديك امانتك امانه خلاص شوف المرضى شوف المرضى لك خلاص شوف المرضى والله واحد بليز خلاص خمسه انت اعطي المرضى خلاص انت سرقت مع المرضى انت شاركت معي لا ما شاركت 3 و 2 5 والله ختامه مسك سويت لك قهوه بالسابع بالله شو انا انبسام انبسام ارمله ارمله 4 و 1 ما بعرف انا خمسة أربعة واحد خمسة برافو عليك بالله قال شجر الصيام مودع بالله قال شجر الصيام مودع أما لقلبك مستغام أتراه يرحل مثل حلم في الكرى أو نظرة فيها الحبيب مودع قلت له أنا أجري مبعوجي بس من إيش ما نعرفه ولا ورمي صار التخمة بيجي هيك هون قطعت أي بدها بتر أي بدها بتر تبغى نفسي ايه بقى ايش بدك بسكليت كهربائي كرسي كهربائي كرسي على الكهرباء ايه هي ما بحسب بطلع فيه لبرا اكثر من هو ما بحسب ايه ما عيالنا ما بطلعوا لبرا على الشارع ويجي يشوفيني قدام الناس لا اليوم سحله شوي اليوم زبطت لك اياها جهزت لك اياها زبطت لك اليوم اغمق طبعا اليوم اغمقت هذه كشفت هلا جددنا على عيد الفطر لا اي والله الامور صارت منيحه ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله جاهز للمسابقه للمسابقات كمان هلا في هديه لك على روح المرحوم فارس ابن رتيبه ايوه على 3 و2 3 و2 4 3 و2 4 اي 5 يعطيكم العافية وبتشكركم كثير كثير الله يعطيكم العافية وبتشكر الداعم كمان والله يزيده إن شاء الله ويزيدكم أنتو نعيما الله ينعم عليك على إيش نعيما يعني على الصبغة على الصبغة هاي شغلة عادية هي يا أخي المرة ما بقى تحوينا بدون صبغة لا والله هي ضربنا عاطي يعني لا بعد ما نظبط حالنا نمشي حالنا كم ولد عندك؟ عندي 4 أولاد أربعة؟ إيه 3 صبيان وبنت هدولي؟ لا إنا عم بجدن 3 صبيان؟ 3 صبيان وبنت بدي إياها هذا بدي إياها مالي ها؟ 3 صبيان وبنت 4 وواحد؟ 5 تفضلي 50,000 الله يرزقك 4 واثنين؟ 4 واثنين 6 أنت بنته لحجي؟ إيه هي صاروا 100,000 الله يرزقك أنت دليتيني على الطريق مو؟ أنا لك هدية لحالها 4 وثلاثة 4 و3 7 برافو عليك هي 150 الله يرزقك واحد وواحد اثنين شو اسمك؟ أنا فراس خطيب شو بعيونك؟ معي العصب ميت العصب ميت عصب بعيونك ميت؟ 4 و3 7 هي 50,000 الله يرزقك 6 و2 9 6 و2 8 8 شو قد عمرك؟ أنا 25 هلا أنت ما عم تشوفيهم منيح عيونك؟ لا بس الإنارة بس إنارة؟ شو قد عمرك؟ ترمى 25 3 و2 5 1 و1 2 2 و1 وين ساكن؟ هون جنبك كم أخذتون؟
صبيان هلا هون أربعة. ابنك هاد؟ شفتي شلون لحاله بيجي عند ايش ابنك ولا ابنه مشان ابنه هي امي. هي امي هي امي. انت امه؟ طيب هدول ايش صاروا؟ خمسة 100 250 هدول لك. الله يرزقك. أربعة واحد. أربعة واحد خمسة. تفضل. خمسة واثنين. سبعة. خمسة واثنين. عليك كيف راح صح صح صح. ثلاثة واحد. أربعة. صار 105 يلا مبروك. الحمد لله. شلون صحتك؟ الحمد لله. تعرف شو اللي خلاني أنزل من السيارة؟ إيه. عزير. ضحكتك. والقرآن ضحكتك. قلي لا شوف. شو اسمك؟ محمد. محمد يا محمد. شد عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة؟ إيه. 18. كم ولد عندك؟ عندي 7 أولاد. هو أصغرون؟ أكبر. هو أكبر واحد المعين. عم أنت رجال البيت معناتها؟ إيه. ايش عم تشتغل؟ ما بشتغل بس واقف جنب ابوي. واقف جنب ابوه؟ مريض سكر؟ طيب. محمد قلت لي اسمك؟ ايه. محمد طيب ليش هيك مغبر؟ هلا طبيت. بالله شو؟ انا طبيت انا جاي لعندك. نعمة. انا اسف حقك علي. طيب محمد كنت عم بتمنى اشوفك. واحد أشوفك. واحد زائد واحد اثنين. ما بصير تنقلي. بيعرف هو كاسة مي وكاسة مي اثنين. كاستين بصيروا. ولك ابو سلانتين. ابو النور والله ما بياخد غير مليون. والله هات هاي مليون ليرة لك. الو هاي ها. الله يرزقك. اماني برقبتك. اماني برقبتك الو. ماشي. وقلت لك اللي نزلني هو ضحكته. الله يبارك. حمود ايش بدك كمان؟ هات لشوف. بدي بس عيد. عيد؟ ايه عشان اشتري بارودة. بارودة؟ ايش بدك في سم البارودة هلا؟ عشان اقلع فيها خردو؟ ايه. غير بارودة؟ بس. ها؟ ما اشتريت غراض العيد. هلا بتشتري غراض العيد، هي المليون. ايه. بنعطيك فوقها. طلع علي هون، طلع علي. ثلاثة واثنين خمسة. أعطيني إياهم مزدوجات. هاي 100,000 تشتري أغراض العيد. والمليون له طبعا للبيت بس إنه له. أنت منو أنت؟ أنا أخته. أنت أخته؟ تعال عندي لأشوف. شو اسمك أنت؟ مرشان حلب. إيش اسمك؟ مرشان حلب. إيش؟ مرشان حلب. مال الشام؟ حلب. يا مال الشام ويا الله يا مالي. شو هالحلاوة هاي؟ واحد وواحد. برافو عليك. شو قد عمرك انت؟ خدي هاي كمان. انت بتشتري لبس العيد. اعطيني. اربعة وثلاثة سبعة. سبعة. برافو عليك. يلا هاي كمان تشتري لبس العيد انت. ماشي. الله يسعدك. بدك شي حمودة؟ لا الله يسعدك. شوفهم بوصل على الكاميرا. قول لهم بحبكم. بحبكم. بحبكم كثير. قول لهم قول لهم انا ما تقلي شي. الله يحميك. بحبكم كثير. لازم نهديكي انت الام. اربعة عندك سبعة ولا ما تبكي. ما تبكي اختي ارجوكي. اربعة وثلاثة خمسة. سبعة. سبعة. هدول اثنين بقي خمسة صح؟ رح تربحي لكل واحد هلا ظرف. ثلاثة وواحد. ثلاثة وواحد. اربعة. طالي بس طالي علي. طالي بس طالي علي. اثنين وواحد. ثلاثة. برافو عليكي. اثنين وواحد. ثلاثة. صار كم ظرف؟ أربعة ظروف. أربعة واثنين ستة. بقي واحد. واحد وواحد اثنين. هاي صار شو قد هون عندي؟ خمسة. اثنين خمسة. وهدول اثنين ستة سبعة. خالصين. بقي انت. انت شو عليك على أفيه؟ لا أنا من جيرانهم يعني مريع على أفيه. أصيل. تعال لك انت شو اسمك؟ أحمد العبدو. أحمد العبدو. أربعة وثلاثة. أربعة وثلاثة سبعة. برافو عليك. وانت بقيتي أربعة وثلاثة. أربعة وثلاثة سبعة. شو اسمك انت؟ حميدة. ايش بوشها؟ واحد على الكرسي. واحد؟ ايه عم بدي حميدة. هلا اليوم؟ لا من يومين. ها؟ حميدة. حميدة؟ ها؟
حميدة. لك دخيل حميدة أنا. حميدة يا حميدة. شلونك؟ ليها. إيش أخبارك؟ أخباري ب. هاي بنتك ولا بنتك؟ لا بنتي. مين عبطلع عليكي؟ هي هي. بنتك عبطلع عليكي؟ ما عندي حدا. بس؟ بس والله. أنت متزوجة؟ إيه ما عندك أولاد يعني ببيتكم ساكنين؟ إيه. آه؟ إيه. حميدة يا حميدة. حميدة يا حميدة لك أبوس هالوجه أنا. حميدة كم ولد عندك؟ والله ما عندي ولا ولد. ها؟ روحت يعني مات وتوفى بالقصف. بالحرب أوكي. أيوة. بس أنا بالأساس كم ولد كان عندك؟ كان عنده أربعة. أربعة؟ أربع شباب وكم بنت؟ أنا بس. أربع العدد العدد كله. أربعة وبنت. أربعة وبنت والأربعة ماتوا؟ إيه. طيب. حميدة يا حميدة. واحد وواحد. اثنين. برافو عليك. هاي مليون ليرة. الله يحفظك. الله يحفظك ويطول. إلك وإلا. جزيرة كمان والله يعني. تمام. خلاص إلك وإلا بالنص. بتطلع على أمك وخمسمائة ألف إلك. هي جاوبت هي ربحتها. أيوة. بدك شي روحي؟ لا. ها؟ يا سقولا. أبو سلبوتش أنا. واف 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 واف. كيفكم؟ واحد اثنين. انت مين انت وخواتك وين؟ لا انا وهي بس. انت وهي خوات؟ واحد وواحد. اثنين. هي لك ولا انت شو؟ انا عندي اخت هذيك هي. انت هون مين انت؟ عمو. اخوي هون. عمو. انا وهي. انا وهي. عمو. انت وهي. واحد وواحد. اثنين. وانا هي. خلي بشتغل بسرعه. عمو في عندي اخت عازة. وين اخت عزة؟ هنيك بهذيك الحارة. وين انتو؟ هذيك الحارة هنيك ما بعيد. هلا اطلعي معي دايا شوي. انت شو اسمك انت؟ انا اسمي دعاء. ها؟ دعاء. دعاء انت وين اهلك؟ وين اختك هون؟ وين اختك هون؟ ما عندي اخت. لحالك؟ واحد وواحد. اثنين. هدية. ناقصنا على البيت ها؟ ناقصنا على البيت. هاي اختك؟ ايه. انك ابوس قلبك. انت شلوني؟ الحمد لله. شو قد بتحبك يا صباح؟ كثير. صباح اسمك عاصم اختي. بتحبك كتير يعني. وقفت أنا بدي أربحها بالمسابقة على الجوج حاني كانت بتجوج. طلعوا لفوق شوي قربوا لهوني. فقالت لي أنا عندي أختي عاجزة ما قبلت تقبل تاخد المسابقة إلا أنت تكوني معك. شو رأيكم؟ ها؟ يلا جاهزة؟ شو اسمك أنت؟ نيرمين. نيرمين يا نيرمين. شو عمرك؟ 13. أربعة واحد. أربعة واحد. خمسة. خمسة واثنين. سبعة. هلو صاروا مئة ألفين. انتي اما؟ ايه. كم ولد عندك؟ عندي ثلاث بنوتات. هاي بنتي وهاي بنتي وهاي بنتي. يعني اسمها صباح. ايه. وعندها ثلاث بنوتات. اسمها اسم اختي. وعندك ثلاثة مثل ما انا عندي ثلاثة. ايه. قربي لهون لجنبون. كلياتكم هلا رح تربسوا لبس العيد ان شاء الله بعرق جبينكم. اربعة واحد. خمسة. واحد واحد. اثنين. اثنين. واحد وواحد يا صبوحة. اثنين. اثنين. برافو عليكي. والله انت لازم تربحي اكتر. ثلاثة وثلاثة. ثلاثة وثلاثة ستة. برافو عليكي. والله تربحي اكتر. اربعة واربعة. مين؟ اليوم نقي الاكل اللي بدك اياها. وقولي لهم لاهلك انا عزمتكم. الله يرزقك عمو. ماشي؟ اي. هي الك صبوحة. اي. وشكرا لانه جبتيني عند الاخت الحلوة. ثلاثة واثنين. ما بصير جاوبي عم تنقل. ما بصير تقول شو هي. ثلاثة واثنين. خمسة. يلا الله يخليك هالبنات الحلوة. الله يسلم. السلام عليكم. كرسي من وين؟ والله عيالي الله وكي عيالي ومسعور سبحانه طب قد التبيك عليه مسعور والنبي يا ابني والله
بوس العيون. أنا تسلم روحك. أم أحمد يا أم أحمد. تسلم يا شلون صحتين؟ نحن نشكر الله. أمورك منيحة؟ الحمد لله. ها؟ كله تمام؟ تمام. أم أحمد مشان السرعة نلحق نصور الحلقة كلها. إيه الله يعني. واحد وواحد. واحد وواحد اثنين. وصل عندك. حطها على الكرسي الجديد. الله يرزقك الروح. هذا قلتي لي رجعي غيرة مو جاي فيها غيرة؟ إيه والله. خلص. يا أم أحمد. هلين أبو. يا عمري. تسلم لي أبوك غزت لي ريشة. عن أباطك مو؟ إيده مو حانوني. أجلسك شوي؟ ما بعرف. لمعت علي والله. لمعت ها؟ اللوح لمع عليك؟ تحت كتفي. يلا معلش. أم أحمد. إيه. أربعة وثلاثة. سبعة. برافو عليك. هي 500,000. الله يرزقك الروح. غير المليون. 500 والكرسي. الله يرضى عليك. 500 والكرسي. الله يرضى عليك يا رب. هدول بعت لك يا الأخ عمار أبو محمد. الله يرزقه. مو هيك يا شريف؟ الله يرزقه ويخليه. هذا مغترب وين؟ مغترب بالإمارات. الله يرزقه. هو من حلب، عمار أبو محمد من حلب. الله يرزقه يا رب ويحميك. ويحميك. الله يسلمك. بدك شي يوم؟ يلا. ادعي لنا الله يرزقكم الله ينسك. هاي بوستين وهي 10 لعيونك. الله يرزقك. السلام عليكم. سلام يا الله يرزقك. ما شاء الله عليكي، شو اسمك؟ لمار. لمار؟ لمار اين صف انت؟ صف رابع. ها؟ رابع. رابع؟ 4 زائد 1؟ 4 زائد 1 5. برافو عليكي يا شطورة. وين مدرستك انت؟ محمد حداد بالقرآن. العباية الحلوة والقمر، وين رايحة؟ رايحة لوين لهنيك يعني؟ عند جدتي. اشتريتي غراض العيد؟ ايه. اشتريتيهم اكيد؟ جواب نهائي؟ ايه. ما في شيء ناقصك؟ لا. ابدا؟ لا. طب طلعي علي. 3 و1 4. برافو عليك يا لمار. وهي 50,000 ثانية، اسمعي، طلعي علي، لأنك قنوعة. وأبوس البنات أنا وهال العباية الحلوة. 2 و2 4. يلا عند أمك، ركض 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 ركض. ما عم بشوفك غير عم تعدي بهالمصاري. اهلين. عم تعدي بهالمصاري. شلونك روحي؟ شلون الرزق اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. عديتهم معك ها وانا عم برابك من السيارة. شلونك روحي؟ شلوني؟ الحمد لله. شو نفقتي؟ لا لسه في. ها؟ لسه في. لسه في؟ ما صار لي زمان جاي. ها؟ ما صار لي زمان جاي. ما صار لك زمان جاي؟ ايش قد بعتي؟ ليش عم صوروني؟ بطالك معي برنامج المسابقة. صح. وين ساكنة انتي؟ بصلاح الدين. كم ولد عندك؟ 8. 8. مالك متجوزة؟ متجوزة ميت. جوزك يعني ما عندك ولاد؟ عندي 8. يعني ها 8 عم تقولي مبالي عم تقولي مالي. لا 8. عندك 8؟ وجوزي ميت. ميت شو صار له؟ صار له 8 سنين. ايام الحرب. نزحنا على بنياس ومات دفنته هناك. ايوه. أشوفك بالتلفزيون. والثمانية شو كم ولد وكم بنت؟ 5 بنات. ايه. وثلاث صبيان، واحد عسكري. ايه. واثنين. وهلا مين في عندك بالبيت؟ عندي كنتي مرت العسكري. ايه. بس؟ بس. والباقي كله متجوز؟ متجوزين ايه. يعني هلا أنت وكنتك بس؟ ايه وعندها ولدين. عندها ولدين؟ ايه. أنت عم تصرفي عليهم بعد الله؟ ايه والله. ايه والله. ايش بقولوا لي؟
مفادي. مشادي؟ مفادي. مفادي اليوم ما بقى خالص مو آخر الحلقة. لو كنتي مشادي كنت ربحتي معنا هلا فورا. معلش بسوي حالي مشادي. لا منشيل حرف الفاء منحط شاء الله يخليك فادي. الله يسلمك روحي. وتشوفي ولاد ولادهم ان شاء الله. أربعة وواحد. خمسة. أكيد؟ إي. أكيد. الله يرزقك روحي. مليون ليرة. بدك تقبرني إن شاء الله تعالى. لك قلبك ان شاء الله الارض والسماء ترضى عليك روحي. الله يرزقك ويطولنا بعمرك روحي. هلا والله طالعه من هون بيتي ايجار. اي والله العظيم تعال شوف وضعي. ما عندي غير دشكات وهيك وبيتي بالحرب راح كله. تصرفي. اي الله يرزقك. مليون. الله يرزقك. هلا بدي منك شغله ثانيه. قلي انت طالعه من هون بركات سيف الدوله. ايوه بتاخذي فروجتين مشويات. الله يرزقك. الله يرزق. الله يرزق تقبرني. ماشي ان شاء الله الارض والسماء ترضى عليك. ام شادي وام شادي لخبوصك. ان شاء الله بتقبرني روحي. بدك شيء الله يرضى عليك. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. وصلنا معكم لنهاية الحلقة 28 من برنامج الناس لبعضها في شهر الخير. وهذه الحلقة مقدمة من شخص ذكر وقال أنه نقول بس وأما بنعمة ربك فحدث. أيضا على روح المرحوم محمد ابن فطينة والمرحومة أميرة بن زكية. أيضا مقدمة من الأخ جان وهو مغترب في الدنمارك. أيضا المغتربة نسمة صيف من السويد. وأيضا مقدمة على روح المرحوم ماماد ابن عبده. ومقدمة من الأخ أبو جمال وهو في حلب. ومقدمة من مواطن لبناني مقيم في سوريا. كل التحايا الحقيقة لهؤلاء الذين يدعمون الناس لبعضها. شكرا لكم. باقي حلقتين وبينتهي الموسم. وما نهاية الموسم هناك الكثير من رسائل الشكر على رأسها لكم كمتابعين وللداعمين الذين لم ينقطعوا دقيقة واحدة عن تقديم الدعم لإيصاله لمستحقيه ببرنامج المسابقات. واليوم اخترنا أيضا أن نقول شكرا من أمام مول البشر للتسوق وأيضا ساهم معنا بقسائم المواد الغذائية. وحتى ألتقي بكم وأربع ملايين مثل ما تابعتوا. الكاش زاد الحقيقة بالمسابقات. رمضان الخير. الإنسانية لا جغرافيا لها. السلام عليكم.